مقبول. تاني على طول هتخد. شوف الاهات, شوف المدرجات. مولود في قطر, ده مولود في منطقة الجزاء. أنت من مواليد منطقة الجزاء يا ولد. أي إحساس بالمكان, أي أقدام فنان يعزف على العود والكمان, متعنا كمان وكمان. هو العازف, هو المايسترو, هو ضابط الإيقاع, هو من يسجل كل ما هو إبداع. المعز عليه هداف كأس أمم آسيا الأخيرة بتسعة أهداف, ينجح النجم الكبير. لم يكن متسلل أبدا, من هنا كانت البداية وهنا يحضر للنهاية. بص شوف أكرم بيعمل إيه.